شوف هذين كيقولوا لي في التعاليق شنو هي ولاد اللابروخ، هذه كنلقاها تقريبا ديما، وكنحاول نجاوب انا على اللي كيطلبني كيقول لي العرس سيريز قول لنا شنو هو ولاد اللابروخ. ولاد اللابروخ هما ولاد المشعوذات ولاد السحارات، بمعنى ولاد الكذابات اللي كيبيعوا الناس الوهم، ولاد عرافات ولاد الشوافات. اللابروخه لابروخه بالاسبانيوليه هي السحاره ولا المشعوذه، كاينه ولا ما كاينش؟ الناس اللي كيهضروا بالاسبانيول صاحبي جاوبونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا والعود احمد وجمجم ولا تخمم. هاد الحلقه هذه نبغي 15000 لايك على الاقل، ولكن ما نكرهش يكون 25-30000 لايك. هاد الفيديو هذا كنتمنى يجوا لافريقيا واوروبا واسيا جميع اقطار العالم، لان هاد الفيديو هذا برنامجكم كوكتيل مع الياس عامر بشلاب وكحويجات اللي ما خصكمش تزقلوها. وغادي نبداو مادام عندنا 8 ديال الفقرات، غادي نبداو بالفقره الاولى خفيف ظريف. رسميا السعوديه تفوز بتنظيم كاس العالم 2034، هنيئا لكم معشر السعوديون اخواننا، تبارك الله عليكم. انا كنقول اخواننا واحبابنا واشقائنا السعوديون غير على هذاك، شوفوا الصوره، الصحراء المغربيه، شارع ماذا؟ الصحراء المغربيه. علاش ما يديروهاش كاع الدول العربيه كلهم نكايه في ولاد اللابروخه، نكاية في أحفاد العثمانيين والفرنساويين. كونغراتشوليشن فيليسيتاسيون، هنيئا لهم جميعا. باقي لهم 10 ديال السنوات، عطاوهم 10 ديال السنوات، باقي الوقت، كاين الوقت كافي إن شاء الله. أرى ما توجدوا، أرى ما تصوبوا لي نعم سيدي داك الملاعب الواعرة، وعاودوا لنا واحد النسخة أخرى ديال قطر. أما ديال المغرب إن شاء الله إحنا غاديين كنصوبوا، وغادا تكون شي حاجة اللي هي فانتاستيكا. إذا مشاهدينا الكرام ما غادي نشوفوا دابا الفقرة الثانية، وهنايا غادي تبداو معايا في التعاليق بتبارك الرحمن. هتقولوا لي اش تبارك الرحمن، ياك ما تزاد شي وليد ولا شي حد تجوج، لا 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 لا. أول شعلة غاز بالمغرب، شركة اس تي اكس تعلن، تصنت مزيان، أنا راه ماشي غير خبر من أجل الخبر، شركة اس دي اكس البارح اعلنت عن الانتهاء من عمليات الاختبار على بئر كي اس ار 21 في المملكه المغربيه. هذا الاختبار ادى، يعني اختبار البئر ادى الى معدل تدفق كيبلغ حوالي 4 ديال المليون قدم مكعب، 4 مليون، واو 4 ديال المليون ديال القدم مكعب، يمتى هذا الشيء البارح على فوهه واحد على 4 بوصه خلال فتره الاختبار. اذا ان شاء الله، وسبق وقلت لكم في فيديوهات سابقه ومن العام اللي فات، المغرب ان شاء الله غادي يكون دوله نفطيه، ولو ان هناك بعض التستر على بزاف ديال الاماكن فين كاين الغاز والنفط في المغرب، وانا ما عرفتش علاش في الحقيقه، ولكن كنأكد لكم انه كاين النفط والغاز. والبارح البير طلع، شوفوا معايا في الصوره هذه في المملكه المغربيه، وكونوا متاكدين نعم سيدي بالله راه الخير جاي لقدام. واخا كاين غلاء الاسعار، عرفت بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا مقلقين، غلاء الاسعار دبرنا، والله الا دبرنا، النفط وداك الشيء، هاد الشيء المحروقات وكذا واخنوش وهاد الروينه الكحله والبرميل كينزال في العين وكيطلع هنا، متفق معاكم، ولكن الخير جاي ان شاء الله، الخير جاي ان شاء الله. انا هذاك اخنوش بلا ما نذكره، لان لا عاود تذكرته لا هو ولا وهبي، غادي نولي عاودنا ما سيدي نخرج من رونتي وما غنكملش هذه الحلقه. اذا خليوني نكمل الحلقه، الله يجازيكم بخير، وخليونا في الخبر الصار اللي كنهضروا عليه. قولوا تبارك الرحمن، كل شيء كتب لي الله يخليكم تبارك الرحمن. شوفوا معايا دابا الاخوان، مباشرة غادي نمشيو للجارة الشرقية وغادي نشوفوا مع من حشرنا الله في الجوار. حنا كنقولوا شوفوا معايا، ولكن انا نوضح لكم من دابا واحد النقيطه، هادشي اللي غتشوفوه يقدر يكون بنات بلادنا، يقدر يكون بنات الكراغله، انا ما عرفتش بالضبط، انتم حاولوا تمحصوا معايا ونتعاونوا يد في يد وقولوا لي شنو بان لكم. ياك حنا كنقولوا الولد الشاب حمزه الله يرحمه ويوسع عليه، شهيد باذن ربي، مشى لدار خالته والسماره، جات فيه ذاك المصيبه، ومسكين يعني كتب لي غادي يموت تما على غفله، مغدور والله يرحمه، شهيد ان شاء الله. ولكن كاينين شي وحدين خاصه من الكراغله كيقول لك لا ما تقولوش شهيد،
حنا نشوفوا هذا التعليق مثلا ديال هذه الكرغوليه، نتمنى ما تكونش مغربيه، اشنو كتقول؟ كيف الشهيد مالو فلسطيني؟ وكتجاوبها واحد بنت لابروخه اخرى ما عرفتهاش منين، واحد اللي مغسل لمهم دماغهم هذو ولاد وبنات بلارج، ويكثر منها مساليه راسها كاع، خنونتها نازله وقالت ليه ليس شهيد لانه ليس فلسطيني، ليس ماذا؟ ليس فلسطيني. اسكت الله يعطيني امك اللقوه. راه هاد الحمره ولا بعره، ولو ان ما عارفش انا هادو، الكونت ديالهم واضح يبين بوضوح هادو واش من عندنا ولا من عند غانا، واش من عندنا ولا من عند بنات فيلا جلفت، ما عرفتش انا كيفاش كيلبسوا على بعض الناس وكيغسلوا لهم دماغهم وكيخليهم كيتوهموا شي وهم اللي ما كيناش لا في الشرع ولا في الحياه، ما كيناش كاع. ابتلانا الله مشاهدينا الكرام بقوم يظنون ان الشهاده مقتصره على فلسطين بوحدها، ولهذا كتلقاو لهاد اللابروخه شي وحدين اتباع ايران واتباع الخوانجيه واتباع الخرافه، ها كتلقاهم كيخرجوا هكا فلسطين الان كنسينوهم باش ينتصروا لما حصل في السماره، يخرجوا ويترحموا على حمزه ويقول لك هادشي هذا نستنكره وندينه. ما بد ما الدولة تشوف تكمل التحقيق ديالها وتشوف ردة الفعل ديالها كيفاش غادا تكون، مادام عرفنا على أن البوليزاريو هما اللي كما اعترفوا. ولكن كاين بعض ولاد اللابروخة، كلامي راه واضح، داك اللي كيديروا هكا وكيطلعوا مع المهداوي، ها كيخافوا دابا تكون القضية عندها علاقة بإيران، ولهذا هما ما باغيينش دابا يسبقوا شي هضرة هكا ويوليو كيقيسوا ديك اليد اللي كيبوسوها ولاد اللابروخة، كيقيدك اليد اللي هما عاطينها الولاء من دون المغرب، وكلامهم والله يدل على خيانتهم كثير من هؤلاء الأوباش. ومن هنا سأنتقل لأولاد الشهداء، نعم أتنفس قليلا أتوقف قليلا وغادي نمشي مباشرة لولاد الشهداء ديال تفرتح المعروفين باش بماذا؟ بولاد اللابروخة. واخا شي وحدين كيقولوا لي في التعاليق شنو هي ولاد اللابروخة، هذه كنلقاها تقريبا ديما، وكنحاول نجاوب انا على اللي كيطلبني كيقول لي العرس سيليز قول لنا شنو هو ولاد اللابروخة. ولاد اللابروخة هما ولاد المشعوذات ولاد السحارات، بمعنى ولاد الكذابات اللي كيبيعوا الناس الوهم، ولاد العرافات ولاد الشوافات. اللابروخة لابروخة بالسبانيولية هي السحارة ولا المشعوذة، كاينة ولا ما كاينش؟ الناس اللي كيهضروا بالسبانيولا صاحبي جاوبونا، جاوبونا الدراري الاسبانية صاحبي. يلا المهم شوفوا معايا دابا غادي نمشيو مع الضحكة الشريرة، غادي نمشيو هاد الفقرة هادي ما عرف كتموتوا بالضحك، كتموتوا بالضحك واخا انا فقصتني. هكذا دخل النواب المجلس الشعبي الوطني قاعة الجلسات، جحش شعب معاك يا غزة، جحش هما كيقولوا جيش طبعا، شعب معاك يا غزة. شوفوا معايا المقطع ولاد اللابروخة كيفاش كيضحكوا على البشر. سمعتوا صوت 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 ابو عبيده بحال ابو عبيده، ولد الحرام داخل زعما طالع من خشبه المسرح. شوف كيفاش لاعبين المسرحيه، شوفوا المهزله ديال البشر لاعبينها غير بيناتهم مع فلسطين ظالمه او مظلومه، ولكن ظالمه ومظلومه عن بعد الدعم، عن بعد عن طريق المهازل، عن طريق المسرحيات، عن طريق الغوغائيات. نعم مشاهدينا الكرام، حتى الجحش الوطني الشعبي، ايه الجحش الشعب معاك يا غزاه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اي نعم سيدي، ماكينه الطاكتيل، ماكينه غير الطاكتيل، اي طاكتيل سيدي في التيك توك، ها ماكينه غير ادخل لي نعم سيدي، شوف لي واحد الشطيحه هنايا، واحد الدويسك هنايا، وشوف لي نعم سيدي هادي، وسب لي المروك هنايا، وقول لك راه حنا راه مع فلسطين ظالمه ومظلومه. القضيه الفلسطينيه نتبعها انا شخصيا. اولا قبح الله سعي الخونة، قبح الله سعي المرتزقة اللي ضرونا في خاطرنا، خوتنا وخواتاتنا في غزة 27 يوم دابا وما كيعانيو في الجحيم، شكون السبب يا عباد الله؟ أنا كيقتلوني اللي كيقول لك انتصرنا، ها إنه النصر، منين يا ولاد اللابروخة؟ واش أنا إذا شوف أنا أحمق، أنا يمكن في كوكب بوحدي، كنايا نقلب نشوف الريحة ديال النصر ما كيناش، كنشوف غير الأشلاء وكنشوف الضحايا مساكن هنا وهناك، اليوم أقسم برب العزة والجلال، فاش يالله فقت اليوم في الصباح، قولوا لي باش بديتي؟
والله يشهد على ما اقول، والله الا بديت بالدموع حتى ما بقيتش كنقدر اشوف الفيديوهات. هذيك الحادثه ديال البارح 400 واحد مشى في ضربه وحده، ها سميت هذيك البلاصه تما في ضربه وحده، هذوك الناس اللي مشاو ليهم ولادهم كلهم، وكيجي خالد مشعل وكيقول نسمي موقف الرئيس أردوغان مما يحدث في غزة، الاحتلال الإسرائيلي لم يستوعب صدمة 7 أكتوبر حتى الآن وهو مرتبك ويخشى مفاجآت المقاومة. هذا هو الكلام ديال خالد مشعل هي البارح بالحرف الواحد. إذن فين هو هذا النصر؟ واش شفتوا معايا انتم؟ ماشي انتصار عباد الله، انا بغيت نكون واقعي. واش ماشي من حقي؟ ها واش ماشي من حقي؟ انا البارح قلت لكم واعلنت لكم انني كفرت بالقومجيه وكفرت باصحاب الشعارات اينما كانوا، كاع ولاد الحرم اللي خرجوا على الامه وخلوها تبان رخيصه وخلوها تبان مدلوله وخلوها تبان ضعيفه بهالطريقه هذه، باعوا القضيه باعوا كل شيء، وطالع كيقول لك الانتصار وقد و... سمعتوا نعاود لكم اش قال؟ نعاود لكم اش قال؟ نعاود لكم، راه تقلبوا على العجب والله لا لقيتوه. قال خالد مشعل نثمن موقف الرئيس أردوغان مما يحدث في غزة. أشنو دار هاد أردوغان؟ الله أعلم. يعني تركيا قوة عسكرية قوية، ما داروا والو، بالعكس صيفطوا الرموكات في الكاميوات هذاك الشيء ديال الكونتينر، صيفطوه من عمان سيدي فين؟ صيفطوه من إسرائيل بما فيها البطاطا، صيفطوا لهم واحد العدد كبير باش يقليو من عمان سيدي ويسلقوا ويطيبوا العام كامل. واخا الاحتلال الإسرائيلي قال لك لم يستوعب صدمة 7 أكتوبر، 7 أكتوبر فاش هجموا هادو ديال حماس أولياء إيران، هجموا على من؟ هجموا على حفل غنائي. نقولها وباقي كنسطر تحت منها، علاش تفيق الحمق يضرب بالحجر؟ عباد الله الاحتلال الصهيوني هادشي اللي كيدير راه ما يقبلو حتى شي واحد في العالم إلا اللي على بالكم. ولكن أش داك تحرك البعار يتجمع الدبان؟ أنا نجيب لكم شي أمثلة دابا ديال جدد جدة كانت كتقولها، علاش أش في أش تفيق الحمق يضرب بالحجر؟ واش أنت مسطي؟ ها؟ واش انت مدوخ؟ هادشي اللي درتو انتم تعلمون العواقب، هادشي هو اللي وقع. بلا ما نزيد نعصب راسي اكثر من مره، هاد الكلام قلته وغنبقى نقولو حتى النهار نموت. ما يجري وما يحصل في غزه الان والله يتحمله بالدرجه الاولى المرتزقه وهؤلاء الاوباش الذين ارتكبوا عمليه ارهابيه بامتياز، واللي اعطت الضوء الاخضر لاسرائيل، واللي يقول لي نقاطعها لانها ولانها ولانها، انا نطمنكم ونخبركم بالله راه غير البارح وصلت السفينه ديال بريطانيا محمله بالجنود الجنود والأسلحة والهليكوبترات، أي بارجة بارجة قد الصخر، أي ألمانيا حتى هي جوج هليكوبترات وأسلحة بجميع كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، الأمريكان راكم عارفين كل شيء كل شيء، لا فرق بتاتا البتة ما بين ماذا؟ ما بين إسرائيل والدول الأوروبية كلها، الغرب كله راكع ساجد لأمريكا وإسرائيل، أليس كذلك؟ علاش بغينا نكونوا حنا حمرة وبعرة هكا وحنا كنشوفوا الدنيا على حقيقتها وحنا بغينا نعيشوا في الأحلام في الوهم؟ نو 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 نو، إن الله يمهل ولا يهمل. التهور ديال هاد القادة المرتزقة وفي المقدمة ديالهم هنية ومشعل وأبو مرزوق والسنوار حلت بكارثة لن تنسى أبدا بمن؟ بأهل غزة. اي نعم، هما راه ما خاسرين والو، هما راه كيتمتعوا مع وليداتهم، ها هو هذا المصيبة الكحلة، ها هو مع ولادو وحفيدتو بخير وعلى خيرات بخير، النشاط العلمي وكيشعلو كيديرو هكا، هما ولادو الكبار طيارة بريفي، وما كاينة غير نعمة سيدي، ما كاينة غير البارفان، وما كاينة غير نعمة سيدي الكرافطات، وما كاينة غير النشاط العلمي والتفتح الاجتماعي. أيه ولاد غزة مساكن كما ترون. أي نعم مشاهدينا الكرام، نعم أولاد غزة في جحيم وأنتم في نعيم. ان شاء الله المصير ديالكم غادي يكون كما عليكم من الله ما تستحق، والله ياخذ فيكم الحق، قولوا الله ياخذ فيكم الحق. وفي نفس الوقت يعني مع مرور عشرات السنوات والناس مع العواطف اللي كيخدموا يعني مع اخواننا وخاصه المسجد الاقصى، ولو ان المسجد الاقصى ماشي هي غزه، كتلقاهم ساكن يعني انا ما كنلومهمش كثير من الناس لان هذا تحصيل حاصل. اجوا نشوفوا دابا مشاهدينا الكرام القائد ديال حماس يحيى السنوار اشنو قال. ويلي 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 ويلي، والله العداوة اخوتي المغاربة. انا نولي ندير لكم فحال المهداوي، ها المهداوي، ها المهداوي اللي طلع هذيك خيتي، انا غادي نرجع دابا لهاد القائد ديالهم السنوار يحيى السنوار، المهداوي اللي كيفتخر بالله راه شامة دارت معاه هاد خيتي، دارت معاه هذيك الحلقة، قال لك راه في الفيسبوك شي 10 مليون مشاهدة.
انا كنت سمعت الحلقه وليت عاودت مشيت ليها وليت كنشوف باش هاد خيتي هي اللي يعني ضد التطبيع. هاد خيتي دابا ولات ضد التطبيع ومشيت كنقلب عليها. انا هادشي غنقولوا لكم في قل من دقيقه لان هادشي خصو حلقه حقيقيه وخصو تحدي حقيقي. هاد خيتي من اكبر المطبعين ولعبات من 2015-2016 مع إسرائيل الإمارات إسرائيل. ومشيت كنقلب البارح ولقيت بلي راه كتقول لهم هي كيف ما قالت قناة إسرائيلية سميتها إسرائيل ناشونال نيوز تي في، قالت بلي راه هاد السيدة هادي شامة وكيذكروها بسميتها الكاملة بلي راها معنا ومن أكبر وأعظم داعمينا. والله إلا سمعتها البارح وأنا في إطار البحث في الليل واو. ومن بعد أشنو وقع لك دابا؟ طردوها هاد مكتب الاتصال ديال إسرائيل. علاش طردوها؟ واش هي بها حماس وفلسطين؟ ابدا، لانها هي كانت المستشاره ديال هاد غوفرين، هذا ديال السفير كي كيسميوه او القائم بالاعمال ديال اسرائيل. هي المستشاره ديالو. بفمها سمعتها كتقول هي كتوريه كيلبس واش يقول ويمتى يهضر ويمتى كاريزما ويكون شجاع ويمتى ايه. وقالت لك هو قال ليها انا حسبني كلبك. ويلي 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 ويلي. علاش شي وحده غيقول ليها واحد انا حسبني هاد خينا هذا؟ هنا الصوره ديالو هو وياها وكانوا سمن على عسل. ايه ولكن قالت بلي راه قال ليها احنا ما كتهمناش الصحراء. ويلي 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 وما بلغتيش جا قال لي بيني وبينك انا بالله العلي العظيم يا حميد المهداوي قال لي بيني وبينك قال لي نحن لا نعترف بالمغرب الصحراء. هذاك اتفاق بين المغرب وبين امريكا قسم هادشي ما قالوا ليهاش المهداوي. وحنا الجزائر ما خسراتش خسروها. قالها لك ايه قالها لي من فم ودني. قلت لك بلي راه كتعرفوا فحال الخطوط ديال الكف ديالها وكتقول ليه قعد قعد نوض نوض. والله بالحرف بالله هادشي هذا كنت شفته وعاودت البارح راجعته مزيان. وكتقول ليه هبط هبط طلع طلع وشي امور خطيره جدا. المهم نختصر لكم المساله عند شامه وهاد خينا اللي كانت مستشار ديالو هكا الروح في الروح بينتهم امور شخصيه جدا لا علاقه لها بغزه ولا فلسطين. انا والله هذا هو الاستنتاج ديالي 100%. ما عليناش هاد خيتي كانت قالت ليهم في 2020 كما شفت في القناه الاسرائيليه انا ما مرتاحش في المغرب لان هناك الناس ديال الميديا ما نعرف شنو ما نعرف شنو وكنرتاح ملي كنكون في اسرائيل. مشيت قلبت لقيتها كانت كتمشي لاسرائيل ومستشاره ديال ويلي 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 هاد خيتي هادي. فاذا بالمهداوي غادي يطلعها لنا هي القائدة زعما ديال هاد خينا اللي كيكون معاه واد خيتي والاخرى بلا راهم ضد التطبيع والمطبعون غلمان بني صهيون والتطبيع خيانة. وطلع لي ما حتى وحمان. هاد وحمان الذي انا اطالب بتكييف ما قال او توضيحه او شرحه من طرف الرجال ديال الدولة. عباد الله راه قال سمعوا معايا المقطع. قال لك اما النظام يسقط التطبيع ولا التطبيع سيسقط النظام. وشو الحركة اللي كيدير بيدي؟ شوفوا معايا. إما الآن إما أن النظام في المغرب يسقط التطبيع وإما أن التطبيع سيسقط النظام. والعداوة أخوتي المغاربة عرفتوا اش قال؟ عرفتوا اش قال؟ لا هو ولا هذاك اللي مستقبله. شكون اللي مستقبله؟ العداوة أخوتي المغاربة المهداوي. أقسم لكم بالله العلي العظيم أقسم لكم بالله العلي العظيم هذا المهداوي هو اللي مستقبله هو اللي مستقبل تاع خيتي. المهداوي اللي كان هو البوق ديال سميتو ديال هذا الزفزافي اللي هزوه فوق كتافهم وكيقولوا عاش المهداوي. أي هذا هو اللي كان معاهم فاش كانوا نعمازيني ما كيرفعوش ولا راية وحدة وهالصورة واضحة ولا راية وحدة ديال المملكة المغربية. أي هذا هو المهداوي. دابا كاين شي صراع بينه وبين الرمضاني. أنا الرمضاني ما عمري هضرت معاه وما يعني كنعرفوا بحال اللي كتعرفوه كاملين. انا اتضامن مع الرمضاني وكنقول له والله انك لعلى الحق وهؤلاء الذين يطعنون فيك اسمع مزيان اخي رضوى الرمضاني خسئوا. انا تبعتك مزيان وتبعت كاع الفيديوهات ديالك الاخرين البارح والبارح وتبعت التدوينات ديالك وهذا الشيء اللي فادي داك الشيء ديال ما بغيتش نقول لك الكلمه الناعمه اللي في الاخر ديالها الناعمه. برافو عليك راه داك الشيء هو اللي كاين تما. وهذاك اللي كيقول اللي كتقول على غوفرين البليد عندك الحق والله الا بليد. واش اخر عديم الذوق ياك ما عندوش الذوق ياك فهمتك مزيان اخي الرمضاني تبارك الله عليك. على كل حال باش ما تقولوش الياس راه كيمشي وما كيعرفش فين كان. لا عارف فين كنت في قائد حماس يحيى السنوار. اشنو قال؟
الأنفاق لحماية المقاتلين، أما حماية الغزاويين فهي مسؤولة الأمم المتحدة. ولي 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 عدا أخوتي المغاربة هي مسؤولية الأمم المتحدة. والله العظيم ليش قال مع روسيا اليوم هادشي البارح، قال لهم بالله راه أغلبية الناس ما في غزة لاجئين، يعني المسؤولية كتحملها الأمم المتحدة. إيه لا هما مساكن الغزاويين هما صوتوا عليكم زعما هاد اللي كاينين أيدوكم، والله خايفين مساكن. هذه وحدة. ثانيا نهار 7 أكتوبر اللي سميتوه الطوفان الأقصى، وانتم تحت المراقبة أسابيع وانتم كتدربوا في النهار قهر، هما عار وعطيتهم يعني هادشي في طبق من ذهب، عطيتهم غزة هدية وعطيتهم الدعم ديال العالم كامل وأنتم تعلمون عارفين كنتوا. لأن قال هذا خالد مشعل قال قال كنا على علم يعني بالعملية، غير ما كناش الكيفية ديالها بالضبط اللي داروها شكون هاد السنوار وهاد الزبل هذا وهادشي هذا، حنا كنتحملوا المسؤولية وشوية ولا كيمشينا مازال قال لك في الشهادة والجنة وكان. لا انتم راه عايشتوا الناس في الجحيم وانتم راه دابا في الجنة، الله يلقيها لكم الله يلقاها لكم معشر الخوانة الإخوان ديالنا كيتعذبوا في غزة، وانتم كتعطيوا في الخطابات وكتعطيوا في الشعارات وكتعطيوا في الكذوب من هناك من قطر ومن تركيا. إن لله وإنا إليه راجعون. دابا غادي نشوفوا مشاهدينا الكرام، وهذه الفقرة هذه بغيتكم تركزوا فيها مزيان، شوفوا معايا كونزار المغرب هذا السيد هذا بين قوسين هذا هو رئيس الموساد الإسرائيلي، صنتوني مزيان نعم سيدي، تصوروا معايا لو كان جا زار المغرب كره ما يسمى بعدلاوة، عدلاوة بمعنى الخوتك ديال الخرافة، ما يسمى بالعدل والإحسان، وحمان هذا اللي قال لك التطبيع سيسقط النظام، وهناوي والشيعة ديال الداخل وصحاب طاوة طاوة، وعموما يعني كثير من الخوانة ديال الداخل اللي هما يعني نعرفهم من لحن القول، فين غتلقاهم؟ كورك تلقاهم كاع نازلين للشارع، وتلقى حتى الشامد رشول محيحه واخا هي كانت معاهم، كانت معاهم قلبا وقالبا قلبا وقالبا، كنقولها اسمع شام اختي اسمع انا ما عندي معاك حتى مشكل، كنت معاهم قلبا وقالبا، وهادشي اللي ذكرت كله صحيح، وحتى داكشي اللي قالته عليك التلفزه الاسرائيليه في 2020 سمعته بودني البارح كيشكروك وكيقولوا لك انت هي من اكبر الناس ديال اسرائيل في المغرب، هادشي هذا وداكشي لا لا هو الواقع والحقيقه، وانا ما كنهضرش هكاك عبثا تنتيه لا لا شمع ايه يا لا لا شمع كنلقاوك نعم سيدي بحال دايره الشال ونازله نعم سيدي وحمان حتى هو ايه يا وليدي وجامعين الناس مساكن. الله يا ربي انا ما نكرهش الوعي، علاش حنا كنهضروا على الصحه والتعليم، كرهش يكون التعليم حقيقي في المغرب ويكون وعي حقيقي باش الناس يفرقوا ما بين الكحل والبيض، ما يختلط ليهمش كل شيء ويبان ليهم كل شيء رمادي وكل شيء مضبب ويوليوا غاديين يخبطون خبطة عشواء، من تصبت مثله ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ولكن الدنيا هانية والسماء صافية غير قطر هذيك ما كاينش مشكل، يجوز لها أن تستقبل من شاءت كيفما شاءت متى ما شاءت. طبعا هذا الخبر ما غتقدرش تلقاه في قناة الجزيرة لأن المقر ديال الجزيرة كما تعلمون هي في قطر، ما كاينه غير عين ميكا، ما كاينه غير ميكا العشيرة ميكا، أنا ولي البلبالة في كل بلد أيه وخربق لي الشغل، ومرة مرة حتى ديك الخريطة المغرب قسمها ومرة مرة ردها ومرة مرة البلبالة دير لي الفتنة، ولكن قطر من حقها تدير اي شيء، والخوانة حنايا ديال الداخل عندنا وكلاب القرنة وصحاب طاوة طاوة حتى هما الان كما قال الدكتور الصنايبي بغينا نشوفهم غير يعبروا على ان الشهيد حمزة بالله راه متعاطفين معاه، وقعوا لنا 4 ديال الانفجارات في السمارة اليس كذلك، نشوفكم بالله راه مع بلادكم هادوك اللي راه حنا راه عندنا او واش معنا ولا مع غانا ما عليناش، انا نتمنى 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 كلاب القرنة الخوانة كذا نتمنى يكون شي يعني يكون شي قانون صارم مزيان وما يكونش هاد الدصارة بزاف، حتى ولينا كنسمعوا وحمان دابا جالس حل فمو عباد الله كنسمع انا المهداوي والله العظيم المهداوي، انا عارف عندك المتتبعين ديالك عندك جمهور كيتصمت لك مساكن هكاك مطلصين، فوالله العلي العظيم المهداوي انا نقولها لك ونعاود نقولها لك، والله الا قدرتي تناظر معايا في القضية ديالك شي اللي قال تشامة ولا اللي قال وحمان أقسم بالله العلي العظيم نسالي من هادشي كامل، إلا قدرتي نطرح عليك أسئلة ف
بحال القضيه ديال الحراك كما سبق لي هضرت وقلت لك ومرارا وتكرارا والزبزافيين وفاش طلعتي بوز الزبزافي وفاش ولا التصويره وحده الملك ولا رايه وحده كانوا انت بوق ديالهم بلا ما نقول لك الشيء اللي كنتي كتقول في ذاك الخرجات ديالك. اذا دابا حنا كنهضروا دابا 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 هادشي اللي كديره حامد المهداوي غنقول لك بواحد العباره ربما قالها شي واحد قبل مني، ليس لك اي اعداء، انت ممثل خدام على الادسنس ديالك بخير وعلى خير، غير راه عندك شي مشكل مع شي صحفي معك في بديل راه شفتو قبيله في تويتر والله الا قال لك بالله راك واكلو في رزقو وبالله راه لاسينيسيس راك مديكلاريه في 18 يوم وكيخدم 26 يوم. وانا هاد السيد المشغل ديالي نهار فاش كيخرج الفيديوهات ديالو كيبقى يقول الدوله والمخزن والسرقه الملعام كيبدا عليك تقول هنا نبات بالنسبه للمدير ديال الشركه اللي هو حميد المهداوي خصو يمشي يديكلاري 6000 درهم عند لاسينيسيس و 26 يوم اللي هي قانونيه ماشي 18 يوم. انا شفت هذاك الشيء ودخلت هنا وهناك ولكن ما بغيتش ندخل بينك وبين هذاك لانك انت كتقول محاربه الفساد والمفسدين وعندك هذاك سيدي اتصل بيا، هذاك سيدي اللي اتصل بيا وكان الامور ديالو مضبوطه. ايه يا سي حميد. ايوا يا حميد. يا حميد. انا عيط لك يا حميد. راه ماشي اللي سكتنا. علاش؟ لانه كما قال الشاعر اللي هو جدي ملي كان قدي، اذا حاكمت حكمت. ماذا؟ اذا حاكمت حكمت. وقال لك يا ايها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم فابدا بنفسك ونهاها عن غيها فاذا فعلت فانت حكيم. على كل حال شي وحدين من بينهم هادو احمان كيف ما قلت مشاهدينا الكرام هذا اللي كيبان لكم في الصوره قال لك اسرائيل خطر على المغرب لانها تسعى الى اسقاط اماره المؤمنين النظام الملكي وانتم زعما جاتكم الغيره هاجتكم الغيرة انتم على إمارة المؤمنين والنظام الملكي بسمع كلامك صدقك بشوف أمورك استعجب. الله أكبر والله إلا غتقدروا تدوزوها على واحد الفئة كذا ولكن علينا احنا لا. إسرائيل هذه تقريبا شهر وهي ما قدرش تدخل غزة واحلى كاك داك الشيء الفوق من الفوق والأسلحة وكذا وكذا أوكي ولكن بشي حنا بعد عليهم 7000 كيلومتر وحنا ملكية دولة إمبراطورية سابقا يعني في عمرها 12 قرن غادي يجيو هما لا لا حنا العداوة كلها شفناها من الولاد اللابروخا اللي قدامنا من ولاد العثمانيين حنا كواقع هذاك الشيء لا نرتضيه ما يحصل ونحمل المسؤولية وندين هذا العمل العشوائي هذا العمل الإجرامي اللي كيدير المحتل ولكن من نساوش هادو ديال نهار 7 هم المجرمون الأكبر اللي داروا هذه العملية وهم يعلمون شنو غادي يوقع. إذا وحمان سير كنت حشم المهداوي أنا بغيت نكمل لك العبارة أنت هو عدو نفسك خفت نكون والله الا مزيان ملي تفكرتها لان بديتها وما كملتش نعم ما كاينش شي عدو عندك الا انت. اشهد ان امراه اتقنت اللعب الى اخره والمضحك انهم براسهم هاد بنادمين هادو كيقولوا بالله راه حماس قهرات اسرائيل وباللي اسرائيل عكزاز طيح حماس. انا هنا كنبقى والله الا كندوخ فينا علاش كتهضروا واش على شي دنيا اخرى شي كوكب اخر واش شي كوكب اخر علاش كتهضروا علاش كتهضروا صاحبي دابا اسرائيل عكزات باش تطيح حماس ولكن غادا تطيح المغرب وانتم زعما عندكم القلب على اماره المؤمنين عندكم زعما القلب انتم على فحال هذه شامه وهي مستشاره ديال مكتب الانتصار وكذا تطمن هنا ترر ولي 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 ناري والله الا هذا شمانه ما كنتش باغي كاع نهضر عليها علاش؟ لانني تقهمت دوزت البارح الساعات الطوال وانا كنقلب على هذه السيده شكون هي اللي صبحات حتى هي مع المهداوي كيقول لك شنو هي بني صهيون ياك؟ غلمان غلمان بني غلمان بني صهيون غلمان بني صهيون لما الناس اللي كيقولوا مع التطبيع مع انني اؤكد مرارا وتكرارا هذه الكلمة ديال التطبيع كيتعاودوها غير انتم المغرضون الذين في قلوبكم مرض حنا كنقولوا استئناف علاقات ونعاودوا نرجع للنص ديال الفيديو لا فرق بين اسرائيل وامريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا وغيرها من الدول كلهم كيف كيف والان الى تكلمنا على الجنود والاسلحة فكنهضروا على بريطانيا وامريكا والمانيا وهذو كلهم راهما او لا كاينه هذه الهضرة ولا ما كايناش اذا قطع مع كل شيء ولا بقى مع كل شيء هذه من جهة
واش كتفهموني؟ انا كنطبخ فراسي اخوتي، كنحاول نوصل الافكار ديالي، كنحاول ننقد ما يمكن انقاذه من ابناء وطني اللي كيضحكوا عليهم هاد اصحاب النبوبي، اصحاب السفرتح، هاد صحاب جبال اللسان ديالهم كيصوروا فهمتي، كيصوروا الفلوس بالهضره وكيلعبوا على الناس اللي مساكن عندهم واحد الايديولوجيه بسيطه، وكيخشيو لهم في راسهم ايديولوجيه إيرانية مجوسية حمساوية، إيديولوجية ديال المرتزقة الذين يسترزقون على ظهر ملفات وعلى ظهر ضحايا يرقصون فوق الجثث. وهنا أسكت قليلا، لأن صراحة شفت راسي غادي نبقى طالع اللهم قلت نتكلمة، ولأن شوية أنا ملي كنتعصب كنبدأ ناكل أي حاجة لقيتها قدامي، نبقى نعضف هاد السيلو، نبقى نضرب راسي مع هاد الميكرو، غنهرس هاد التليفون هذا تا مول الخير فهمتي، غنهرس الآخر وغادي نبدا نشتت هنايا. اللهم نحبس ونقول لكم الله يحفظكم تبارك الله عليكم، ما تنساوش نكملوا 15,000 لايك، قبل كنا كنكملوا 20 و25 ألف لايك بسهولة. إذا جمجموا ولا تخمموا، علاش؟ لأن الفيديوهات بحال هكا راه كيتعرضوا لنا السينير بزاف، وأنا ما كنبغيش كما كنقول لكم ديك دائما دموع. فأنتوما مشاهدينا الكرام والناس اللي كيحسوا وكيفهموا، الناس اللي ما كيتلبش عليهم بسهولة راه كيديروا جيم بلا ما لأن كيقول لك على الأقل ندعموا إلياس بجيم، لأنني صريح واضح واقعي، لا أخاف في الله لومة لائم، لا أخاف في الله لومة لائم، والله ونبغي ندير بحال اللي كيدير المهداوي وراه قالها ليه البارح الرمضاني، نسمع الناس هي داكشي اللي بغاو يسمعوا، ما ندخل كاع انا في الامور الخلافيه، ان كاين اللي ما غيفهمش وغيكون مع المهداوي وغيقول لك راه نمشي انا نخرج انا نديزابونا من هنا، لان ما غيعطيش راسو فرصه حتى باش يفهم، وما عارفش على اننا نحن او بلا تقول هذا كيزيد فيها، يوجد في لبسين ما لا يوجد في النهر، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، كما قال جدي ملي كان جدي. نتلاقاو في الفيديو ديال غدا ان كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله.